السلام عليكم ورحمة الله، معاكم حسن علي، والنهاردة معايا ساعة جامدة جدا في كتالوج أوميجا، وهي أوميجا بلانيت أوشن النسخة 43.5 مليون، والنسخة اللي معايا النهاردة بالألوان دي الأبيض في برتقالي نزلت سنة 2019. الساعة دي كان بينزل منها الألوان التقليدية قبل كده، الأسود والأزرق. وهنا حابب أشكر شركة أوميجا المملكة العربية السعودية وشركة الحصيني وكيل أوميجا في المملكة، واللي دعموا القناة عندي وادوني الفرصة إن أنا أصور ساعات كتير جدا من كتالوج أوميجا. وأتمنى من المشاهدين يشتركوا على القناة ويتفاعلوا مع الفيديوهات بلايك وشير وكومنت. اشتراككم على القناة وتفاعلكم مع الفيديوهات بيدعمني وبيدعم القناة بشكل كبير جدا. بعد كده نيجي لمواصفات الساعة. الدايمتر بتاع الساعة 43.5 مليون، واللاجويتس 21 ملي، ولاج تو لاج 49 ملي و1 من 10، بالنسبة لسمك الساعة ف 16 ملي و2 من 10، وبالنسبة للووتر ريزيستنس 600 متر. أما الموفمنت اللي بتحرك الساعة دي فهي الكواكزيال كاليبر 8900، والباور ريزيرف فيها 60 ساعة. أما بالنسبة للدايل في الساعة دي، فالدايل هنا سيراميك، وهنلاقي محفور عليه بالليزر زيركونيوم دايوكسايد تحت الكولوم بتاع الهانس، وعلامات الساعات هنا والهانس مطلية بالروديوم وبتلمع بشكل مبهر جدا، شكلها حلو قوي. كمان هنلاحظ هنا الأرقام 12 و6 و9 وشكلهم حلو ومدي للدايل شخصية جامدة جدا، واديت هنا عند الساعة 3. وبيغطي الدايل هنا دومد سافاير كريستال عليه دبل اي ار كوتينج من بره ومن جوه. كمان اللوم هنا قوي جدا في الهانس وعلامات الساعات وفي اللوم بيب كمان. بعد كده نيجي للكيس، والفينش في الكيسز بتاعت اوميجا كلها جامد قوي. كمان هنا هنلاقي العلامه المعتاده للكيسز في ساعات اوميجا اللاير لاجز او التويستد لاجز. كمان هنا هنلاقي الهيليوم اسكيب فالف، وده سكرو داون طبعا زي الكراون الاساسي في الساعه، سكرو داون كراون، واللي بيدعم مقاومه المايه في الساعه ل 600 متر. ولكن يعيب الكيس هنا سمكها الكبير قوي 16 ملي و2 من 10، والساعه دي بينزل منها موديل تاني 39 ملي ونص، ولكن لما جربتها حجمها على ايدي كان صغير شويه. كنت اتمنى ان الساعه دي يا اما تنزل بثيكنس اقل بكتير 13 14 ملي بالكتير، وديامتر اقل شويه 41 ملي مثلا، كانت الساعه دي هتبقى جامده جدا وكنت هشتريها على طول. كنت هفضلها عن السي ماستر اللي عندي لانه الدايل في الساعه دي والستايل بتاع الساعه كله عاجبني اكتر. كمان هنلاحظ هنا انه الكيس اسيمتريكال، بمعنى انه الجنب اللي فيه الكراون بارز اكتر من الجنب التاني، واوميجا عاملاها بالشكل ده علشان تبقى الكيس نفسها هي عامله كراون جاردز للكراون الاساسي في الساعه. بصراحه الحركه دي شيك جدا وعجباني. كمان هنا هلاقي البيزل بتاع الساعه، والبيزل معمول من السيراميك اللي باللون البرتقالي، شكله حلو بصراحه. كمان حركته جامده جدا، ثابت جدا وحركته ناعمه جدا وما فيهوش اي باك بلاي، واللون بيب هنا كبيره ومتغطيه بسفاير كريستال. الكيس باك هنا سافاير كريستال، وبنشوف تحتها الموفمنت الكواكزيال كاليبر 8900. بعد كده نيجي للبريسلت، والبريسلت هنا ناعم جدا والكواليتي بتاعته عاليه قوي، واللينكس فيه قصيره وده بيدعم الراحه. كمان اللينكس هنا متثبته بسكروز. اما بالنسبه للكلاسب فده الكلاسب المطور لساعات السي ماستر وفيه الكويك ادجستمنت ميكانيزم. ده ريست شوت للساعة وشكلها على ايدي عامل ازاي. الساعة كبيرة على ايدي بس شكلها جامد قوي. اما بالنسبة للموفمنت اللي بتحرك الساعة دي هي الكواكزيال كاليبر 8900، وده نفس الكاليبر اللي موجود في الاوميجا الاكوا تيرا اللي عملت عنها ريفيو قبل كده، وهتلاقوا الفيديو بتاعها في الاي اللي على اليمين فوق، وهسيب لكم لينك الفيديو ده كمان في الديسكربشن تحت الفيديو. والموفمنت دي بتتحرك ب 3.5 هرتز، بمعنى ان عقرب الثواني بيتحرك 7 دقات في الثانيه الواحده، والباور ريزيرف هنا 60 ساعه، وده بفضل 2 بارل في الموفمنت دي بيخزنوا الطاقه. والموفمنت دي فيها تايم زون فانكشن، وده معناه لما بنفتح الكراون عند الفيرست بوزيشن بيتحرك عقرب الساعات، وده بيسهل ضبط الوقت جدا بالذات للناس اللي بتسافر كتير. وتغيير الديت هنا بيتم عن طريق تحريك عقرب الساعات لقدام او لورا، يعني الديت هنا بيتحرك لقدام او لورا. والموفمنت هنا كرونومتر سيرتيفايد وميتا سيرتيفايد. كمان الموفمنت دي بتتميز بانها اي ماجنتيك، ما بتتاثرش بالمجال المغناطيسي تقريبا خالص. صراحه اوميجا عامله طفره جامده جدا في الموفمنتس في كل الكتالوج بتاعها،
الماكينات اللي بتحرك ساعتها كلها جامدة جدا. وفي الاخر حابب اشكر شركة اوميجا المملكة العربية السعودية وشركة الحسيني وكيل اوميجا في المملكة، انهم ادوني الفرصة ان انا اصور واعمل مراجعات لساعات كتير من كتالوج اوميجا. واتمنى تتفاعلوا مع الفيديوهات بلايك وشير وكومنت، تفاعلكم مع فيديوهاتي بيدعم القناة بشكل كبير جدا. وفي الاخر اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واستنوني بفيديوهات جاية كتير ان شاء الله. وشكرا جزيلا ليكم، والسلام عليكم.